الرحمن الرحيم. حادثة اليوم في قضاء أبو غريب مرحلة الزيدان هي حادثة بشعة وجريمة لا تغتفر نهائيا. قامت دورية من قبل الجيش العراقي ملازم أول وست جنود بالاعتداء على مسكن أحد المواطنين وأحد رموز وشيوخ قبيلة زوبع. قاموا بالاعتداء على مضيفة وذلك لخلاف بسيط بسبب تصرفات هذا الملازم الأول يدعى اسمه مصطفى وبقية الجنود لا نعرف أسماءهم. هذا يقوم بابتزاز المواطنين بشكل مستمر من ناحية الأموال ومن ناحية أخذ الحلال ولا آخره. كانت تصرفاته تصرفات استفزازية للمنطقة، بالتالي لا يمكن السكوت على هذه الجرائم الكبيرة التي قامت بها هذه الدورية من قبل الجيش العراقي، وذلك بجرح أكثر من 5 مواطنين عزل من السلاح وقتل شاب في عنفوان شبابه وبدم بارد. ولا يمكن السكوت على هذه الجريمة بشكل كبير، وقبيلة زوبع وكل القبائل المتحالفة مع زوبع تطالب بإعدام هؤلاء